في شأن آخر، نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب. هنأت تنسيقية شباب الأحزاب نوابها اللي خاضوا انتخابات اللجان النوعية، ووضحت أنه 6 نواب من أعضائها حصدوا منصب أمناء سر لجان نوعية بالبرلمان، وتم انتخاب 4 من نوابها في منصب وكيل لجنة نوعية. والآن عبر الهاتف بيشاركنا النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. سيادة النائب، أهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك وحقيقه كمان الساده المشاهدين. الحقيقه ان احنا من فتره مش قليله واحنا شايفين تجربه تنسيقيه شباب الاحزاب هي تجربه مهمه وملهمه لشباب كتير، لكن لو سالت حضرتك حاليا بعد هذا الانجاز اللي وصلتوا له، ايه هي الملفات اللي عايزين تركزوا عليها او اكتر الاولويات لديكم داخل مجلس النواب؟ تمام جدا. انا في البدايه بس حابب اهني هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي، ده انا بتشرف ان انا موجود فيها، وبهني كمان زملائي زي ما حضرتك في البدايه ووضحتي ان احنا حصلنا على 6 مقاعد كأمناء سر و4 وكلاء. ده يعني عايز اقول لحضرتك مدينا تحدي كبير جدا في الشارع المصري، من الناس منتظرين شباب التنسيقيه هيقدموا ايه وهيعملوا ايه. بالفعل لما حصل امبارح كان اول اجتماع بعد انتخاب اللجنه عندنا في لجنة التضامن، كان الهدف الرئيسي ان احنا نشوف اعضاء اللجنه كل واحد الخبرات بتاعته اللي اكتسبها على مدار السنين اللي فاتت ازاي هيقدر يفيد بيها لجنه التضامن الاجتماعي. وليه انا بقول ده؟ على اساس دلوقتي من المشاهد اللي بيتفرج علينا ويسمعنا، عايز اقول لحضرتك هو منتظر من اللجنه دي بالذات كتير جدا جدا حاجات، كل الحاجات اللي بتخص ملف الاسره، كل الحاجات اللي بتخص ملف ذوي القدرات الخاصه، كل الحاجات اللي بتهتم بالقوانين بقى بتاعت والتشريعات الخاصه بالمؤسسات والجامعات الاهليه، قوانين عندنا حتى اول يوم بكره لينا اجتماع بيخص عن اللجنه ومناقشه قانون للاسر لاسر الشهداء، وده من ضمن يعني كانت الحكومه كانت بعثت بعض التعديلات عن قانون لإنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقود لمصابي الحرب والإرهاب. نعم. ده كله احنا يعني عندنا بنوصل لحاجة حمل كبير جدا لازم نكون قده، لازم نشتغل زي ما بيقولوا كده 24 ساعة في 24 ساعة ليه ده كله، عشان خاطر ان الناس منتظرة من شباب التنسيقية بالأخص المزيد والمزيد. فكل الخدمات اللي بتخص كل مواطن مصري هتلاقيها داخله في لجنه التضامن والاسره وذوي القدرات الخاصه. وعايز اوضح لحضرتك كمان ان احنا الفتره الجايه كمان عندنا زيارات ميدانيه للوزارات، احنا يعني اللجنه عندنا متشعبه في بعض في اكثر من وزاره، فكل الوزارات زي وزاره التضامن الاجتماعي طبعا ووزاره الصناعه عشان الاسر المنتجه والمشاريع المحترمه اللي بيقدموها دي كلها من داخل اللجنه. عندنا افكار محترمه جدا شباب ذوي القدرات الخاصه بيقدموها، وعندهم مشاكل كثيره جدا جدا. احنا الفتره الجايه هنقعد مع الاتحادات الخاصه بالقدرات الخاصه، فكل الحاجات دي كلها هي يعني خلاص ادي الشباب جم، فادي الشباب بتحمل المسؤوليه، فالمواطن المصري عايز يشوف هو طيب انا طبعا بشكر حضرتك بدايه انك بدات على طول بالتضامن الاجتماعي، طبعا ده كان هيكون محور مهم في كلامنا، لكن انك بدات على طول بدور حضرتك واللجنه اللي حضرتك وكلها، ايه اهم المهام اللي هي منوطه بيها وايه اللي هتقدمه للمواطن المصري؟ وده الحقيقه شيء مهم جدا، لكن عايز اسال حضرتك بشكل عام، لانه في طبعا عدد من اللجان زي ما ذكرنا كل لجنه ليها تخصص مختلف، ودي حاجه مهمه. احنا يمكن اشرنا الى انه ال 25 لجنه اللي كان بتتم فيهم الانتخابات بيشملوا عدد كبير من التخصصات، كل تخصص يمكن بيخدم المواطن بطريقه مختلفه، لكن بالتاكيد التنسيقيه لديها رؤية عامة حول كل هذه التخصصات أو كل هذه المجالات، يعني مش كل مجال على حدة هتقدموا إيه، لكن رؤية عامة أنتوا هتعملوا إيه بالظبط في المستقبل داخل المجلس؟ بص، هي الرؤية العامة إن كل يعني اللجان اللي إحنا متواجدين بيها هو هيحصل تكامل ما بين أعضاء التنسيقية في الموضوع ده. يعني مثلا أنا حتى اللجنة اللي أنا بتشرف إن أنا متواجد فيها أنا معانا 3
اخرين من التنسيقيه عندهم خبرات محترمه جدا في ملف التضامن. عندنا زمايلي في ملف حقوق الانسان، عندنا زمايلي تانيين في ملف العلاقات الخارجيه، عندنا في ملف الثقافه والاعلام، كل الملف، وعندنا طبعا في الاداره المحليه. فعايز اقول لحضرتك كل الملفات دي كلها بما فيهم كمان ملف الشؤون الافريقيه، وعندنا ملف الاتصالات. فتخيلي حضرتك كل اللجان اللي احنا متواجدين فيها بما فيهم كمان ملف المشروعات الصغيره، هتلاقي كل كلامي اللي انا بقوله ده بيهم كل مواطن. هي اصلا كلها الحقيقه ملفات، يعني في الفتره اللي فاتت او في السنين اللي فاتت كانت فيها زخم كبير جدا، يعني سواء الاتصالات او التضامن الاجتماعي، وطبعا المبادرات الاجتماعيه المهمه من الرئيس، وايضا المساله المتعلقه كمان اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل، المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. يعني بنتكلم عن مجالات فعلا فيها زخم كبير جدا في الفترة الماضية. ده حقيقي بالفعل. وعايز اوضح لحضرتك عشان برضه المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي، يعني انا عفوا في الكلمة اللي هقولها، يعني ممكن تكون الناس زهقت كلام، او الناس تقول لك خلاص ادي بقى ده وكيل لجنة وده امين سر اللجنة، برضه هتعملوا لنا ايه؟ ليه انا بقول ان التكامل مهم؟ انا الموضوع مش مركز في لجنتي فقط لا غير، ولما جيت ذكرت اللجان التنسيقية الحمد لله متواجده فيها، واحنا حتى كمان غير اللجان دي احنا لينا طبعا ان احنا زمايلنا الاخرين اعضاء مجلس النواب في بعض في اللجان الثانيه لازم هنبتدي نتعاون مع بعض عشان فعلا نقدم حياه كريمه للمواطن المصري. صحيح. ده مش هيجي غير لما الناس تشوف مجهود فعل على ارض الواقع. يعني انا عايز اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا، لما المشاهد هيسمعها دلوقتي فعلا انا احس ان الكلام ده موجود على ارض الواقع. احنا عندنا يعني ما شاء الله الاف من المؤسسات والجامعات الاهليه، احنا المفروض كلجنه التضامن نبتدي نشوف ونربط المؤسسات وشغلها على ارض الواقع برؤيه مصر 2030، الناس دي بتقدم ايه؟ افكارها ايه؟ صحيح. وده لما نيجي نقوله ونشتغل عليه احنا مش جايين نقوله النهارده، يعني هو لما ربنا وفقنا ان انا ابقى وكيل للجنه ديت، انا اشتغلت بقالي 17 سنه في العمل المجتمعي مع مؤسسات وجمعيات اهليه داخل مصر ومنظمات دوليه. فشوفنا افكار مختلفه. صحيح. هو شفنا نجاحات كتير. نعم. هو كل اللي احنا جايين هو بالفعل سياده النائب، يمكن اللي حضرتك قلته ده طبعا مشكور على هذه الجزئيه انك وضحتها. المتبع الان او استراتيجيه الدوله المصريه هي العمل على ارض الواقع دلوقتي. يمكن احنا شفنا ده في كل القطاعات وكل المجالات، لانه فعلا الكلام وان احنا هنعمل وهنقدم خلاص يعني بقى قديم، لكن الفكره دلوقتي ان احنا بنشوف فعلا ايه اللي بيحصل على ارض الواقع بشكل يومي تقريبا. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا النائب احمد فتحي وكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.